الأحد الرابع من شهر أمشير، إنجيل القداس من مزامير أبينا داود النبي بركاته على جميعنا. للرب الأرض وملؤها المسكونة وجميع الساكنين فيها، هو على البحار أسسها وعلى الأنهار هيئها. هالليلويا. من إنجيل معلمنا لوقا البشير بركاته على جميعنا. ولما دخل كان يمشي في أريحة، وإذا رجل يدعى اسمه زكا، وهذا كان رئيسا للعشارين وكان غنيا، وكان يطلب مريدا أن يرى يسوع من هو، ولم يقدر بسبب الجمع لأنه كان قصيرا في قامته. فأسرع إلى قدام وصعد إلى جميزة لكي يراه، لأنه كان مجتازا من جهتها. فلما جاء يسوع إلى الموضع نظر إليه وقال له: يا زكا أسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أكون اليوم في بيتك. فأسرع ونزل إليه وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل إلى بيت رجل خاطئ ليستريح. فوقف زكا وقال للرب: يا رب، أنا ذا أعطي نصف أموالي للفقراء، ومن ظلمته شيئا أعوضه أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم صار الخلاص لهذا البيت، فإنه هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان جاء ليطلب ويخلص الذي قد هلك، والمجد لله دائماً.